اللهم اجعلنا ممن يرحمهم الله عز وجل، نعم. واجعلنا ممن يفوزون بجوار الحبيب في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعم بالله. الرحمة، العطف، واللين، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يوما وقد جيء له بسبي، فإذا برسول الله ينظر ومعه الصحابة، وإذا بامرأة تبحث عن رضيع لها، كلما نظرت إلى طفل حملته ثم وضعته على الأرض حتى وجدت صبيها فأخذته فألصقته بطنها وألقمته ثديها، فقال النبي للصحابة متسائلا: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أشد رحمة بعباده من هذه المرأة بولدها.